بشكر حضرتك جدا طبعا على إتاحة هذه الفرصة ونكون مشاركين ومستمعين لهذا العرض. أنا بس عندي ملاحظة سريعة وسؤالين. الملاحظة، أنا كنت أتمنى إنه معالي وزير المالية يعني يكون العرض من خلال شاشة بنقاط محددة، كان ده هيبقى أفضل جدا، وتحديدا في التحديات، عرض التحديات اللي بتقابلها المنظومة الضريبية. حضرتك أشرت إنه يعني التحديات كلنا عارفينها، لا، في ناس كتير مش عارفة التحديات، وأعتقد إن عرض التحديات أولا كان هيدي قيمة كبيرة جدا لحزمة التسهيلات اللي حضرتك عرضتها للناس. السؤال الأولاني منطلق من التحديات في المجتمع الضريبي كله. معروف إنه في يعني ندرة في الكفاءات المتخصصة الفنية في مصلحة الضرائب، وإنه في مجهود كبير جدا أنتم محتاجين تبذلوه لرفع كفاءة العاملين في هذه المنظومة. طول الوقت لما بتعرض حضرتك مثل هذه الإجراءات بيبقى في سؤال عند الممول، بيقول والله إحنا لما بنستمع لدولة رئيس الوزراء بيبقى الكلام عظيم جدا وإيجابي، ولما بنسمع من وزير المالية بيبقى الكلام إيجابي، لكن لما بننزل للموظف تحت بنلاقي الدنيا بايظة. فإيه هي الآليات العملية اللي هتؤدي إلى تطبيق ما عرضته حضرتك من إجراءات بحيث ما يبقاش في هذه الفجوة بين الكلام الجميل المنمق اللي بنسمعه من على المستوى الأعلى ثم الموظف ما بينفذش ده؟ ده السؤال لحضرتك. معالي رئيس الوزراء، خلال 48 ساعة اللي فاتوا في تفاصيل كتير ومعلومات كتير تتردد عن منجم السكري وما جرى في منجم السكري، شائعات كتير حوالين هذا الموضوع، انتقاد لشيء احنا عايزين نتأكد منه، يعني ايه اللي حصل في منجم السكري؟ هل في شركة بالفعل من جنوب افريقيا دخلت وخدت ب2.5 مليار؟ يعني ايه الوضع؟ لانه في كلام كتير بيتردد حول هذا الموضوع، فنتمنى ان نستمع من حضرتك فيه. شكرا. حاضر، لو ممكن ناخد مجموعة أسئلة ونجمع لهذا الموضوع. مساء الخير يا فندم. كنت عايز اتكلم بالنسبه لحضرتك بتتكلموا عن استهداف القطاع الغير رسمي، ودي كانت احدى توصيات الصندوق وكانت واضحه في المراجعه عن توحش الاقتصاد غير الرسمي في مصر. بس الملاحظ ان مفيش منظومه حكوميه متكامله بتستهدف الاقتصاد غير الرسمي. يعني على سبيل المثال لغايه دلوقتي قانون تراخيص المحلات رغم انتهاء مهله توفير الاوضاع لسه في بطء في التراخيص من جانب الاقبال، من جانب الوحدات اللي بتطبق القانون. فمحتاجين يبقى في منظومه متكامله عشان استهداف القطاع غير الرسمي. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اسال فيها سياده الوزير الماليه، يعني بعض المسؤولين في الحكومه بيتكلموا عن حوافز واعفاءات ضريبيه للمناطق الحره والمناطق، وده طبعا سواء الصندوق او وزاره الماليه بتحاول انها تبعد عن موضوع الاعفاءات ده وكده. فكنت عايز التوضيح من حضرتك. اتفضل. مساء الخير يا فندم. انا كنت عايز اسال عن التسهيلات دي بتشمل الضرائب العقاريه، لان طبعا كان في مشاكل كتير في التقديرات، وفي ناس بيقول بتطبق عليهم باسر راجع من 2008 من اول تطبيق القانون، فالموضوع ده عامل مشاكل كتير، فكنت عايز اعرف موقف الضرائب العقاريه من هذه التيسيرات. بعد اذن حضرتك، يعني حضرتك النهارده طبعا طرحت الاولويات السياسات الماليه خلال المرحله القادمه والمشكلات المتعلقه بين مصلحه الضرائب ومجتمع الاعمال. يعني نقدر نقول ان شاء الله ان احنا نقدر نصفر كل المشاكل من خلال الرؤيه اللي حضراتكم طرحتوها. امتى؟ ان احنا مش هيبقى عندنا مشاكل فيما يتعلق بين مصلحه الضرائب ومجتمع الاعمال، ونبدا في تطبيق الاجراءات الجديده اللي حضرتك ذكرتها. شكرا فندم. شكرا جدا على الاسئله وعلى كمان التوصيات، ويمكن دي هناخد بالنا منها جدا في العروض التفصيليه، لانه الحقيقه انا سعيد جدا انه حتى هذا الامر احنا لما جينا نجهز للعرض وجينا نجهز نعرض في الاول على دوله رئيس الوزراء وعلى فخامه الرئيس ونتكلم على ايه اللي بيحصل، احنا بدانا بالظبط بالحقيقة قلته، بدانا الاول بايه التحديات
وايه التحديات اللي بتقابل اللي رصدناها، والحقيقه كلها امور يمكن تستحق فعلا ان احنا نعدي عليها بسرعه. بنتكلم النهارده على انه ازاي نقلل اي تقديرات جزافيه، بمعنى تقديرات غير مرتبطه بالضروره باللي قدمه الممول او بالمعلومات الاساسيه اللي كانت في ملفه، او فيها قدر من عدم استخدامها بشكل كامل، او فيها سرعه في 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 في, في تقديرات. بنتكلم على طول الفتره الزمنيه في عمليه الفحص، ممكن الفحص يقعد سنوات طويله جدا، وبالتالي يفضل الممول مش عارف يقفل الملف دوت او يقفل السنوات دي. بنتكلم على حالات كتيره جدا ساعات من الفحص بتنتهي بارقام مختلفه، في عدم دقه كبيره في الفحص. بنتكلم على ان احنا ساعات غرامات التاخير بتبقى اضعاف 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 الاصل، وبالتالي بتصعب مشكله الحل. ممكن جدا الممول يقبل ان فعلا كان في اقراره في حاجه تستحق التعديل، وبالتالي تستحق ان هو يسويها، لكن الغرامات اللي هو ما كانش مسؤول عنها ان هو احنا جينا له بعد 7-8 سنين فحصنا يتكلم عليها. بنتكلم على عدد الهائل من المنازعات اللي بيستمر ويزيد، عمالين احنا بنتعب جدا ان احنا نحل المشاكل ونقلل المنازعات، وبعد كده نلاقي المنازعات بتزيد بزيادات كبيره جدا، مع ان كان ممكن جدا بسهوله ان احنا لو قللنا من اصل المشكله يبقى المنازعات دي لوحدها نصها يختفي او عدد كبير يختفي. طبعا الحوكمة هتساعد، لكن هيظل عندنا الباكلوج او الجزء الكبير المتأخر، فعشان كده لازم نفكر في حل للماضي، لانه المستقبل ان شاء الله كده كده بالحوكمة خلاص. انا كنت بنتكلم مع بعض احنا خلاص السنوات القادمة كتير من المولين ممكن يتفحصوا حاجة اسمها فحص مكتبي من غير مطلوبه يجي ولا ايه ولا حاجة، ده هو كل بياناته عندك، هو بيقدم اقرار شهري للقيمة المضافة، وبيقدم اقرار سنوي لضريبة الدخل وغيرها من انواع الضرائب، وبالتالي هو راجل ملتزم و يعني مش محتاج حاجة. بنتكلم دايما على ان احنا في حاجات كتيرة قوي انه للعدالة، الناس كانت بتشتكي سواء القطاع الرسمي يقولك القطاع غير رسمي مش موجود، وبالتالي ما فيش عدالة، مش عارف انافس، فحاولوا تجيبوا القطاع غير رسمي، وبالتالي او العكس، او ان القطاع غير رسمي بيقولك انا عايز اخش بس مش هلاقي منظومة تعرف تيسر الحال وتبقى ابقى عارف راسي من رجلي، وكمان تراعي حجمي وان انا ببتدي نشاطي في بداية او شركة صغيرة او مجموعة من الشباب عملوا شركة عايزة تكبر. موضوع السيولة يقولك انا عندي سيولة دايما بحتاجها، والظروف والتمويل عالي جدا والتكلفة عالية، وبالتالي انا عندي سيولة، مشاكل سيولة، فياريت لو عندي حقوق تردوها لي بسرعة وبمنظومة سهلة، ووضح لي ايه المطلوب مني من بدري. نظام الفحص يقولك طيب انا النهاردة قول لي من بدري ايه المعلومات اللي انت عايزها عشان لما تطلب مني اتفحص ابقى جاهز بالمعلومات دي، فلو سمحت وضح لي هذه المعلومات. بنتكلم زي ما قلت ما كانش في تدرج في العقوبات، حد طول عمره بيقدم اقراره القانون قال انه ادى مساحه للعقوبات ما فصلش فيها او ما فصلش فيها ما بين حد عمل عقوبه يعني او عمل اجراء او حصل له اي ظرف ما يستدعيش ان احنا نسميه ان هو يعني او نسويه بحد تاني، مثلا ما قدمش الاقرار عن قصد او قدم الاقرار ببيانات غير دقيقه. بنتكلم على ان احنا ما كانش فيه وضوح كامل للسياسات في المستقبل، ويمكن دي حاجه من الحاجات اللي احنا يعني محتاجين نوضحها. احنا مع انتهاء هذه الفتره من التوضيح ومن الشرح هيتبعها على طول وثيقه سياسات الضريبيه حتى 2030، وحتى يكون هناك رؤيه مستقبليه كمان بتوري ناس توجهات واضحه جدا احنا رايحين فين وعايزين نروح فين، وتدي ناس وضوح رؤيه. المستثمر عموما الصغير والكبير المحلي والاجنبي هو عايز يعرف ايه الملامح اللي يشتغل عليها والظروف اللي هيشتغل عليها، وهو بعد كده بيعرف يقدر ينافس، بيعرف يسعر، بيعرف يشترك مع اخرين في امور معينه، يعرف يحط سياسته التسويقيه الانتاجيه، فهو عايز وضوح رؤيه. فاحنا ان شاء الله هننشر هذه كمان الوثيقه الفتره القادمه، فدي بس انا حبيت اوضحها. لكن بعض الاسئله اللي اتقالت اسئله مهمه جدا جدا جدا، حضرتك اتكلمت مثلا على موضوع المنشآت الصغيره ويبقى في رؤيه متكامله، طبعا كلام حضرتك مظبوط جدا. احنا بقى بالذات جينا قلنا نعمل كده بالظبط في الضرائب، لانه كان المشكله انه ممكن تعمل تيسيرات مره في قانون في حته معينه، ومره تانية في قانون في حته معينه، ومره بتخاطب حد في نوعيه يعني مثلا احنا ساعدنا جهاز المشروعات الصغيره نعمل فئه مقطوعه لضريبه الارباح على الدخل، بس الراجل اللي عايز يسجل عندك ده هو عايز يعرف هتعمل له ايه في ضريبه القيمه المضافه، في ضريبه المرتبات، في ضريبه الدمغه، في اي انواع من الرسوم. فاحنا هنعمل نظام كامل متكامل كمان غير سعر الضريبه وغير الضرايب، بيبقى هو عايز حاجه بسيطه
ما يبقاش حد عنده في بدايه حياته بيعمل شركه بسيطه ونطلب منه نفس نوعيه البيانات والاقرارات اللي ممكن تتطلب وجود شركه عندها محاسب وعندها شركه بتساعده. وهنقوم احنا بالدعم الفني ده، احنا هنقوم بالدعم الفني للشركات الصغيره، يعني لو طلبنا منهم انهم يقدموا اقرار الكتروني هنساعدهم ازاي يعملوا الاقرار الالكتروني دون تكلفه عليهم، احنا هنتحمل هذا الامر وهذا العبء. فاحنا هنشجعهم بشكل كبير جدا، وزي ما قلت انا يمكن سايبين كتير من التفاصيل في الاعداد القادمه عشان نقدر نخش بعمق جدا ونشرح، لان احنا بنرى انه زي ما قلت انا في ممكن اصلاح واحد من اللي انا كنت عليه لما نخش في تفاصيله وتلاقوا فيه كميه اصلاحات فرعيه وامور جاذبه جدا وامور بتخفض. الخلاصه انه العبء والتكلفه من وقت وجهد ومال وتمويل وحتى مبالغ مسدده تنخفض بشكل جيد للممول عشان يقدر ينافس ويكبر، فده هيتم جدا. كان في برضو يعني لو 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 انا يعني بعض الاسئله اللي اتقال برضو امور مهمه جدا على الاقرارات والضريبه العقاريه والالتزام بيها. الحقيقه الضريبه العقاريه هي خارج مصلحه الضرائب، لكن نفس الفكر ده احنا ماشيين فيه. زي ما قلت مره اخرى احنا عشان نحقق، حضرتك قلت المسؤولين بيطلعوا يتكلموا طب ازاي نقدر نضمن ده على الارض الواقع ونقدر تنفيذه بحيث ان يبقى فيه جديه. لا، هو اللي بيضمن دوت اكتر من حاجه. اللي بيضمن دوت ان احنا ما جيناش قلنا امور مجزأه، احنا بنقول بوضوح ان احنا هنستثمر في الموارد البشريه عندنا بقوه، ان احنا هنعمل نظم حوافز مختلفه. النهارده واحده من الاسباب ان ممكن يكون الحافز ما كانش مرتبط خالص بالخدمه دي، مش مرتبط بان على الارض انه هو يبقى عنده رغبه انه يمشي معانا هذا المشي. لا، احنا النهارده بنغير هذه الفلسفه، ان احنا عاملين نظام متابعه قوي جدا 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 جدا، ان احنا بنعترف اساسا في حقيقه الامر ان احنا جادين في هذا الامر وان احنا دي تحدياتنا. ده في حد ذاته شيء مهم جدا لكل الناس، لما يبقى اعلى حد في هذه المنظومه سواء الحكومه دوله الرئيس واقف واستمع لهذا الامر او وزير الماليه بيقول دي التحديات واحنا هنتعامل معاها، ده في حد ذاته رساله لكل موظف. لكن اهم من دوت ان احنا كمان نوفر له البنيه. يعني النهارده لما اجي اطلب من موظف انه يفحص هذا العدد الهائل، طب ما هو ده في شبه استحاله، فاللي احنا بنعمله دلوقتي من ميكنه بيعالج هذا الامر من جذوره، لان النهارده خلاص مش محتاج ان هو يفحص كل هذا الامر. النهارده احنا بنغير من الحاجات اللي هنحكيها ونشرحها بعمق في المستقبل. احنا كنا زمان بنفحص كل يعني كل الموالين في المراكز الكبار، دلوقتي هنفحص بالعينه، هناخد عدد معين. خلاص احنا بنرجع نثق في الممول واللي بيقدمه، وده الاساس اللي في العلاقه اللي ما بيننا وما بينه. ففي امور كتير تنفيذيه تقدر تضمن يا فندم او تقدر تضمن للجميع انه ان شاء الله ما يقال سيتم متابعته. هختم في الكلمه دي او في الحقيقه قلته بحاجه مهمه جدا، ويمكن برضو يعني حضرتك بتخلينا نقول يعني كتير من التفاصيل اللي ممكن هنقولها الفتره القادمه اكتر من مره. احنا واحده من محاور المتابعه اللي احنا اقرناها في الخطه دي وفي الحزمه دي، ودولة الرئيس طبعا يعني كان داعم جدا ليها وفخامة الرئيس، هو ان احنا قلنا طب احنا النهاردة طرفين، احنا طرف المصلحة وزارة المالية والممول، احنا هنجيب طرف ثالث محايد وهنعمل تقييم ذاتي كل 6 أشهر. طرف ولا من ده احنا هنتعاقد معاه، والطرف الثالث ده هيبقى بيريبورت او مثلا بيقدم تقريره بشكل بعيد خالص عن المصلحة، بحيث ان هو يبقى فيه قدر وهيبقى مبني على اساس الاستماع للممولين ورؤيتهم لما حدث وايه حجم النجاح وفين حصل نجاح فين حصل يمكن محتاج تركيز اكبر جدا. فده واحد من الادوات المتابعه اللي هنعملها، ان احنا نتعاقد مع طرف اخر يقدر يضمن ان هذا الامر. لما دولة الرئيس النهارده بيتكلم على البي ام اي او مؤشر مدير المشترين وبنقول بنتكلم عليه، ميزته الكبيره انه طلع من طرف محايد وطرف متخصص. نفس القصه، هنجيب طرف متخصص يعمل لنا تقييم دوري ويوضح لنا فين الحمد لله قطعنا شوك كبير قوي على الارض وفين قطعنا شوك كبير قوي او فين محتاجين تركيز اكبر. فسؤال حضرتك في محله، لكن يمكن في التفاصيل ان شاء الله الفتره القادمه كتير من الامور تبان، لكن يعني هو بالظبط ده جوهر القصه، ازاي اللي احنا نقوله النهارده على الارض اكبر قدر من الممولين يشعر بيه في اكثر مده.